قول هتكلم أن الحواجز اللي اصطنعها المستعمر ما بين الشمال والجنوب هي آية لا محالة إلى الزوال. ألقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لدى عائشة، خاصة أنها كانت في الخطاب ديالها كتلح وكتأكد على تعليم الفتاة المغربية، فاندلعت شرارة المقاومة والفدان. أنهم كانوا متشبعين ومقتنعين بإيمانهم قضيتهم الوطنية والاقتداء بها، الاقتداء بالسلف الصالح باش يكونوا خير خلف لخير سلف. في الخامس قدس الله روحه لمدينة طنجة في 9 أبريل 1947. بالمناسبة سنكرم 8 ميل ويستسلم دراسة التاريخية بالنوب بسمية. عاش الملك، عاش الملك، يا الملك.